مشاهدينا يسعدني ان التقي الان البطل انس جابر. يكفي ان اقول انس جابر اهلا وسهلا، سعيد جدا بلقائك. انا كمان. انس اليوم في السعوديه تستعدين لبطوله كبيره جدا، لكن قبل كل حاجه وزيره السعاده ولا نقول فخر العرب ولا فخر تونس، ايهم الاقرب لقلبك؟ نحب وزيره السعاده. وزيره السعاده. يا سلام عليك، انت تحبي دائما الابتسامه والسعاده، من يعرفك جيدا يعرفك دائما تحبي الروح الجميله. ايش تمثل لك سميره اللي هي والدتك؟ هي الحقيقه بقولوا الحب. هي اللي علمتني رياضه التنس، وهي علمتني قواعد اساسيه في الحياه، وقاعده اكيد نستعملها توا، ودائما يعني عندي فول سبورت من عندها. نتمنى اللي ربي فضلها لي انا وربي يخليها. جميل. ايش يمثل لك الفوكس التركيز؟ اهم حاجه في رياضه التنس نتصور الفوكس، اللي حاجه نخدم عليها في التمارين، نخدم عليها في المباريات، واكيد حاجه ما هي سهله ما هي ضروريه في رياضه التنس. ماذا تقولين لمنافستك يوم في هذه البطوله كاس موسم الرياض؟ قولها لنا باش نكسب اليوم، قولها لنا حاضره ليك انت. ان شاء الله باش تكون مباراه رائعه، ارينا يعرفوها اللي هي لعبه كويسه برشا وتلعب بالبدا. ان شاء الله نكون حاضره وباش تكون مباراه شيقه ياسر. يا رب. مين اللاعبه اللي نفسك تلعبي معها زوجي يعني في التنس؟ مين اللاعبه اللي تتمني تلعبي معها حتى لو كانت يعني راحت؟ والله نحب ياسر كيم كلايسرز، هي كانت تلعب قبل، وماريا شرابوفا علاش لي تلاقيت معها في ابو ظبي، وكانت يعني لقاء جيد جدا، ولو رجعت تلعب وتحب تلعب زوجي علاش لي نجم نلعب مع بعضنا. عظيم جدا. ايش الاكثر هدف تبغين توصلي له في 2024؟ نتصور العرب الكل اللي يتابعوا فيه يعرفوا اللي نحب نفوز بجراند سلام، واكيد ويمبلدون احسن حاجه. ان شاء الله. ما فما يعني التدريبات وقاعدين نخدموا على رواحنا برشا ونحسنوا في برشا حاجات، ان شاء الله هذيك تكون اللي ناقصنا باش نلقوا الجراند سلام. انت محبوبة العرب، يعني محبوبة عند العرب بشكل كبير. يعني جست جوجل يور نيم حتعرف انه العرب يحبونك. الحمد لله. شو السبب يحبوا؟ والله ما نعرفش. صعب ترى انه الحب ما يباع ولا يشترى، يعني انك يعني انت مش بطلة وبس، لا انت قدرتي تكسبين قلبهم. ممكن الابتسامة كانت فيها يعني توفيق. دعوات الام؟ ممكن دعوات سميرة. دعوات سميرة. سميرة. اكيد مسي بالخير على سميرة والدتك. ايش تقولي لها تونس؟ تونس يعني بلدي ونحبها برشا. ان شاء الله يكونوا فخورين بيا في تونس. اكيد الحقيقه المحبه اللي نشوفها في تونس ما نجمش نوصفها لك، وهذه اهم من احسن لقب في العالم. يعني خلاص احنا قربنا لختام هذا اللقاء، وشكرا صراحه على وقتك. لكن انا حاب اسالك كذا سؤال في بالي، لحظه ما تنسينها اثناء المباريات اثناء الماتش، في لحظه كذا تقول خلاص انا ما انساها؟ لحظه ما ننساها، لحظه بنتصور باهيه. نتصور ويمبلدون، لحظه برنسس كيت كانت جيده معايا، وبعدين نتصور لحظه ما ننساها حياتي كامله. انا عندي فضول، وانا حضرت يعني بجراند سلام، حضرت في ملبون، بعرف انه البطولات هذه واللعبه هذه فرديه ويبقى لها تركيز عالي جدا، واي حديث من الجمهور يسوي ديستراكت يشتت. مين اللي ممكن لو سمعتي صوته ركزتي اكثر؟ والله ما حد. حتى ماما؟ لا لا حتى ماما. الماما هي لما تجي تشجعني ايش بتقول؟ ديما تقول لي يلا ركز ديما ركز. ركز ديما ركز. كانت بتلعب معك؟ لعبنا شوي لما انا كنت صغيره اكثر، وكنت انا نشجعها اكثر. قول لها عظيم جدا. كيف تخسر كونتر الزميله بتاعك؟ الله. ختاما، بعد يعني عمر طويل، ايش تحب الناس يذكروك فيه؟ ايش تحب؟
شوي يحبوا يذكروني بالشخصيه نتاعي بالابتسامه نتاعي بالبطولات ان شاء الله. واكيد ممكن يذكروني اللي ان شاء الله ان شاء الله نفتح طريق للاعبات اخرين. هذه حاجه مهمه لي انا. هذا شيء مهم جدا. المراه السعوديه يمكن تقدر من كلمه نتمنى لها التوفيق ان شاء الله في المجالات الكل. ان شاء الله نشوف مراه سعوديه تلعب لعبه التنس، هذه حاجه ماذا بينا نشوفها. وان شاء الله التقيت يا رب الحجبان. اي التقيت بها وما شاء الله عليها، نتمنى لها كل التوفيق وان شاء الله نشوف المراه السعوديه دائما متالقه. وزيره السعاده انس جابر، شكرا لك. شكرا الله يخليك.